معالي وزير العدل للحكومة الليبية الحظيرة زازر تفتيش سيدي. مرينا على الكثير من المحاكم سواء الجزئية ولا الابتدائية ولا الاستئناف، الشفة بهذا الشكل غير موجودة. هذا دليل على حفاظ حتى على حقوق الموظف. أنا متأكد إنه في قضايا حتى التفتيش خلال أسبوع من الآن حيتم تسليم السيارات للمحضرين. اليوم تواصلنا معاكم بكتاب وتوزيع منا للسيد رئيس الحكومة الليبية ونشرح له الوضع، سنطلب منكم حتى مقايسة كاملة للمبنى والمبنى توكل على الله امام رئيس المحكمه الشرعيه ما كان مقول وخليه يبتدي. بارك الله فيك. عدد الكلي كامل يعني العدد الكلي اليوم حاليا 138 محبوس، هو يستوعب عدد 150 محبوس. لكن لو فتحنا العنبر للوضع حيكون يعني الاستيعاب اكثر يصل لحد 200. اوامر حبس وفق اجراءات قانونيه. اجراءات قانونيه يعني طريق النيابه العامه. طريق النيابه العامه. ملف مزيدة هنشؤون المزيدة هذي شنو المزيدة على السجن كامل تصورة تبقى داخل لا ما تغشيه لبسوا فيه في البدلة الزرقاء ونحطه في الكاميرا فوق الكمبيوتر هنا ونصوره فيه لا قدر الله صار هروب أو تعميم يكون عندنا اسم النزيل بالكامل اسمه أم وليدة زي اللي أشرف أنا عمته يعني هذه تعتبر لفتة كبيرة للشرطة القضائية وللقضاء والنيابة. ما فيش حد حل المشكلة هذه يا أستاذ خالد، ما فيش حد حل المشكلة هذه، مش أنا نقدم وبهذا كله وهو إحصائية أعطيتها لك أستاذ وقاعدة مذكرة كاملة الإحصائية اللي نحن نفذناها من خلال استلام تناه تنفيذ الأحكام. فرق اختلاف تنفيذ الأحكام كله بمجهوداته، لكن ما فيش حد يجينا يجنب الأمور اللي قائمة هذه. فحقيقة الأفندي مصطفى أنا دائما التمس لها الأثر لأنها الظروف اللي موجود فيها ربما ظروف قاهرة لا يستطيع معها فعل أي شيء، ولكن أنا كيف ما قلت لك اللي نقدر عليها واللي في استطاعتي واللي متوفر لها قيم مالية نشهد بشهادتي بالله أنا أول من طاع وآخر من عصى، اللي ما نقدر عليها كوني نوعد بأشياء ما نقدرش نديرها في نفسي. وزيرا للعدل فإنه أحد رفاقنا في الهيئات القضائية. نرحب في مدينة المرج الآمنة بأهلها وقضائها وحكمائها وعمالها في الأوقات التي أغلقت فيها جميع أبواب المحاكم. تأتي هذه الزيارة من ضمن الجولات التي تقوم بها وزارة العدل بالحكومة الليبية للاطلاع على كافة المرافق العدلية التي تهم هذه الوزارة. واليوم حقيقة كنا في مدينة المرج واطلعنا على كافة الاحتياجات التي تعاني منها بعض الأجهزة القضائية وكذلك جهاز الشرطة القضائية، وقمنا بالمرور على كافة هذه المرافق والتقينا بكافة المسؤولين بالجهاز القضائي بمدينة المرج وكذلك الشرطة القضائية، وبالتالي قدمت لدينا عدد من الاحتياجات وعدد من الوسائل التي تحتاجها هذه الدوائر، وبإذن الله في القريب العاجل سوف تقوم وزارة العدل بتوفير ما يمكن توفيره
فيما يتعلق بالأمور الهامة واللازمة والضرورية، وبإذن الله سوف نخاطب السيد رئيس مجلس الوزراء ببعض الأمور التي تحتاج إلى صيانات كبرى أو إعادة مباني أو توفير احتياجات كبيرة، وقطعنا عهد على أنفسنا ببذل كافة الجهود من أجل إنجاز ما يمكن إنجازه في القريب العاجل. نحن سعداء جدا بزيارة السيد خالد مسعود المدير وزير العدل لمجمع المحاكم والنيابات المرج، وهو قبل أن يكون وزيرا للعدل فإنه أحد أعضاء الهيئات القضائية ويعرف المشاكل التي تعاني منها الهيئات القضائية، وقام بزيارة لمقر النيابة العامة ومحكمة المرج الابتدائية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، واطلع على جميع المشاكل التي يعاني منها الموظفين وكذلك السجن، ووعد بتذليل كافة الصعوبات قدر ما أمكن، حيث اطلع على الصعاب التي تواجه مؤسسة الإصلاح والتأهيل المرج وكذلك قسم تنفيذ الأحكام، وذلك بتسهيل بعض الصعوبات داخل المؤسسة. فقد كان محرك الكهرباء المولد الكهرباء عاطل عن العمل، فقد وعدنا بإصلاحه أو إرسال محرك جديد لإنارة الكهرباء، كما قام بسيارة بعض العنابر وكذلك إنشاء عنبرين جديدين. فله منا جزيل الشكر والعرفان، والسلام عليكم.